احكي لي عليه جيتوا اليوم. الوغ احنا الاتحاد الوطني للمرأة المرسية جينا على خاطر اول حاجة سمسين سيد البيجي قايد سمسي في المبادرة بتاعه هذه، وعلى خاطر باش ندافعوا على حقوق المرأة، على تكريس مكاسبها، التثبيت مجلة الأحوال الشخصية في الدستور. جينا على خاطر تونس، احنا قدام الصالة، جينا على خاطر تونس. قولوا انتم البنات الشباب. لا قالي هاني جاي توا. جينا باش نساندوا سي باجي قايد سبسي اللي احنا نحبوه ونقدروه برشا، وعلى خاطر ثم ريحة الحرية هنا كي نوصلوا لهنا ونسمعوا سي باجي يتكلم. احنا التجسيم التعددية. تفضل كي منظرك ماكش منظر نهضة تفضل. احنا جينا بس فاتس كان فيك احنا جينا تفضل. برشا مواطنين رجعوا اللوطة وقالوا اللي المشكلة متاع دخول تدخل بالانفيتاسيون. كانت فسرنا العملية. العملية سمى كل واحد يقولوا 3000 كرسي من الاستدعاء. يعني دي باش يدخل العباد من غير استدعاء، ألا قاسين استدعاء وانت باش يدخل. وضعي موجودة باش نشوف سي باجي ومعايا غير ياسر زيارة سي باجي. تحكي لنا على جمعية الفكر البرجيبي والنداء اللي صار اليوم. والله هي جمعية الفكر البرجيبي أول حاجة هو مش نداء، هو لقاء ودي بشجعوا به جميع الأحزاب الوسطية والشبعة مصالحة ما بيناتهم يتقابلوا مع بعضهم. جبنا سبعين سيد قائد باشا سبسي اللي هو قائد مرحلة معناتها صعيبة ياسر في تونس، وخرج بها وحب تونس ونكون في شرطة السلام، ولهذا هذيك هي المبادرة. احنا جمعية رينا احنا نحبوا ندوروا مع الحركة الاقتصادية تدور، معناتها السياحة ترجع ونخلي الحكومة دي تخدم على روحها. لجان جديد حي ويحن برقابة ونحن بطن الرياض ونحن بطن الهدى يا ولاد حيث الرئيس ويحن برقابة وإن شاء الله يحن علينا، إن شاء الله يحن برقابة وإن شاء الله يحن علينا الرئيس كيف هو ويخدم الأولاد وينقص علينا شوية الغلي. أنا موجود باش نتشجيع للملتقى العاملين والأحزاب الديمقراطية باش قايد السبسي ومن معه. أنا جيت على خاطر يعجبني سي باجي قايد السبسي وتعجبني أفكاره ونحب نسمع منه أكثر. موجودين احنا نلبيه في النداء، اسمه نداء الوطن وما أدراك ما الوطن. شكون عبد يسمع كلمة اسمها نداء الوطن وما يلبيش النداء؟ والله أنا جيت لاستدعاء من طرف جمعية الفكر البرجيبي، جيت حبيت نشوف الإفور هذا اللي قاعد يتعمل للإنفيكاسيون دي فورس ديموقراط في تونسي. التباهرة التوحيدية مهما كانت نحن
أولا باش نطلع، ثانيا لأني مع كل المشاهدات التوحيدية هذه اللي عندنا. حبينا نسألوك تظاهرة كما نتاع اليوم، شنو تنجم تضيف للمشهد السياسي التونسي؟ والله سؤال، أو توا الصحافي كبير من أكبر الصحفيين، توا تقريبا 6 شهور، قال لي فين التساترة؟ ما فماش تساترة. هاني لقيته توا وقلت له ها هما التساترة، قال لي جاوبني بعد 6 شهور، قال لي حال التساترة موجودة. هي مساهمة في إحياء ذكرى الاستقلال واستخلاص العبر منه للمستقبل، للفترة الراهنة والمستقبلية اللي هي فترة حالة. جيت لتلبية نداء الوطن، جيت حبيت باش باش نسمع شنو هي الفحوى المبادرة نتاع الباجي قايد السبسي، وأملي أن تكون معنا فحواها هو أن التجمع اللي مش يحاول يخلقه ويكون ماضي في الاستحقاق القادم باش ياخذ السلطه من يدين حركه الانظمه. في نفس السياق نتاع السؤال، شنو ينجم الشعب التونسي ينتظر من المبادره نتاع اليوم؟ شنو هي الاضافه اللي تنجم تقدم على الساحه السياسيه؟ اضافه كبيره ياسر، اللي كونها اولا ماهيش حركه النهضه وحدها القويه واللي قادره باش تجمع الناس. ثاني حاجه اللي كون الطريق ممكن لتعديل معناها الوضع وتعديل السياسه ممكن. رأي انا نعتبر اللي تظاهر هدية الهدف منها هو توعيه الاوساط السياسيه والطلب منهم انهم يتحملوا مسؤولياتهم في المرحله الراهنه. نعتبر اللي النداء هذا وقت اللي يجي من شخصيه بيد سامت السيد باجي قايد السبسي ممكن يحرك الضمائر ويحرك المسؤوليات، لكن ننتظر منها بعد ذلك يقع الهيكلة بصفة جدية للمشاريع السياسية المختلفة، باش يكون فما مشهد سياسي متزن متوازن وفي نفس الوقت متكامل اللي تونسي يلقى فيه الحياة. يسفي واحد يرجع على حقيقة هذه الثورة، شنو أسباب الثورة نتاعنا؟ هي الحرية، هي الديمقراطية، هو الكرامة الوطنية والتشغيل أكثر من هكا. مبادرة كيف هذه مبادرة نتاع توحيد القوى الديمقراطية، عملت شباب تونس ومستقبل تونس توحيد القوى الديمقراطية.